الكوميدي بالعربي يتحدى أضواء فهد بسكويد جيم الرياض. يا هلا يا أشرقت الأنوار. مستعد اليوم للسكويد جيم؟ والله مستعدة ويعني متحمسة كذا، وجايبة معي أحد ينافس زميلنا في المجال موجود في الرياض، قلنا ليش ما نمشي نوري الألعاب والأكتيفيتيز اللي عندنا. ومن أهم الأكتيفيتيز اللي بموسم الرياض هي لعبة سكويد جيم اللي بيعيش الزوار تجربة المسلسل الكوري اللي حقق نسبة مشاهدة تاريخية على نتفليكس. بس طبعا اكيد بطريقه كثير سيف، ما حد حيموت، ما حدا ينأذى. طبعا بنشكر هيئه الترفيه على الدعم المستمر لكل الافكار اللي بتكون جديده ومتميزه، وطبعا برعايه المستشار معالي المستشار تركي الشيخ قدرنا الحمد لله ننفذ الفكره. والفكرة تنفذت على أكمل وجه حتى باللبس، فقبل ما تبدأ اللعبة لازم تلبس نفس الأوتفيت اللي لبسوه ممثلين بالمسلسل. لبسنا وجاهزين. شو الشعور لما لبست الطقم تبع سكويد جيم؟ خايفة أموت. وهل شعور طبيعي كونه أبطال المسلسل بيموتوا في حال خسروا أي لعبة؟ ومثل المسلسل دخلوا على غرفة النوم اللي فيها الفلوس. اوه هاي الغرفة. الفلوس، شين فلوس. لو ربحتي هذا المبلغ الكبير فعليا، لو عندك مبلغ صح لك، اول شيء بتروحي تسوي شو هو؟ لا ترى انا في جزء مني عملي جدا، يعني بزنس وعرفت وكذا اشياء عشان طلع مليارات زيادة. بعدين اروح للشوبينج طبعا. ما حخلي شيء في خاطري. يعني على طول بتفتحي بزنس؟ ايوه. شو البزنس اللي ممكن تفتحيه بالفلوس لو عندك؟ ماي اون شو وير براند. اعمل زي نتفليكس، زي شاهد كذا. اوه حلو كثير. انا لو عندي هذا المبلغ من الفلوس، لا اول شيء بضمن يعني بيت كثير كثير حلو، يعني في عندي منزل هذا الاحلام، هذا اول شيء بروح بستثمره، لان بحس بزنس بروح وبيجي بس البيت هو الأمان، يعني هو المأوى. يعني أنت لو ما عندك بزنس أو شيء بتقول الحمد لله عندي بيت. وهون صار وقت الجد. وأول لعبة هي ضوء أحمر ضوء أخضر. ومن بعدها انتقلوا لغرفة الهانيكوم. اوه احمد اصعب وحده الامبريلا طلعت للنجمة. انا طلق علي. لا 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 طلق علي علي امان علي. ليش هو راسي ما خسرت لسه؟ وهون خسارة أحمد زميل أضوى ما بتسمح له ينتقل للمرحلة اللي بعدها. معلش معلش، هو أحمد كمان يعني متهور ومتسرع كان. أنا عارف إنك تزعلاني عليه وخسر. والتحدي صار بين إيتي بالعربي وأضوى فهد. وبلعبة شد الحبل اللي بيخسر لازم يرمي نفسه على قطع كبيرة من الاسفنج، وهذا اللي صار مع مراسلنا أحمد قاسم لما خسر هاي الجولة. وعلى الجسر الزجاجي اللوحة اللي بتضوي أحمر يعني إنه الشخص خسر المرحلة. لا
جاهز ربحت. وبهي المرحلة كان لازم نقعد ونسأل أضواء أسئلة عن الأمور اللي بتسعشها بالحياة. بس الناس اتهموك إنه أنت قصيت شعرك من بعد شيرين. أيوة هذا اللي ضايق شوي شوي يعني. هذا اللي ضايق. طيب أدي ضايقت هذا الشيء. بس اللي مش عادي هو اليوم اللي توفى فيه والدها. أنا كل انكسرت أبي كده. وإصابتها بمرض السرطان كانت من المراحل اللي أثرت بحياة أضواء. مرضك هدي زعجك كمان هذاك الوقت ولا الحين؟ بهذاك الوقت. هذاك الوقت كان جدا مزعج جدا جدا يعني تجربة صعبة برضو. إذا حدا أخذ منك دور أدي بيزعجك الموضوع في البداية خلينا نقول أول مرة صارت. أوكي. ومن بعد ما خلصنا الليفل القبل الأخير صار لازم ننتقل للمرحلة الأخيرة واللي بتحدد مين رح يربح أضواء أو أحمد قاسم. أحمد هنا. طبعا ما هو من أساس سكويد جيم اللي في الرياض في موسم الرياض إنه اللي بيخسر بيقعد بهاي الغرفة. طبعا بيشوف كان أحمد لما خسر عاد بهاي الغرفة كان عم بيشوفنا بهاي البروجيكتر. من وين يعورك؟ لا 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 غش غش ارمي ارمي ارمي. يا احمد بتغش. غشت غشت ولا ما غشت؟ مين فاز؟ خلص يلا انا مسامحك انت البنت الوحيدة فعشان هيك رح امرقك. مبروك. شكرا شكرا.